السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ سنة تانية هنكمل مع بعض. هنا connect to unit 5، هنشوف أهم الفوكاب اللي فيه. have breakfast يعني يفطر أو يتناول الفطار. eat bread يعني يأكل الخبز. drink tea يعني يشرب شاي. eat lunch يعني يأكل الغداء. تمام، يبقى هنقول كده تاني: have breakfast, eat bread, drink tea, eat lunch. طيب السؤال اللي عندي هنا في اليونت اللي هو what time is it؟ ما الوقت؟ what time is it؟ ما الوقت او الساعة كام؟ هجاوب ازاي؟ هجاوب ان انا هكتب it is او it، واكتب الرقم، واكتب كلمة o'clock اللي هي بالظبط. ده امتى؟ لما يكون الساعة عندي بالظبط، اللي هي ولا هي ونص ولا وربع. يعني امتى اعرف ان الساعة بتكون بالظبط؟ لما يكون العقرب الكبير على 12. لما يكون العقرب الكبير على 12 فانا اعرف ان الساعة دي بالظبط. يعني لو العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على 9 يبقى الساعة 9 بالظبط. العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على 8 يبقى الساعة 8 بالظبط. طب الاثنين على 12 يبقى الساعة 12 بالظبط. طب هنا عندي في الساعة ديت العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على 9 يبقى الساعة 9 بالظبط. يبقى اقول it's 9 o'clock. كلمة o'clock اهي بسيطة، اللي هي O-C-L-O-C-K يعني o'clock اللي هي معناها بالظبط. طيب هنا what time is it؟ قلنا it's 9 o'clock يعني الساعة 9 بالظبط. يعني انا لما باجي اسأل عن الوقت بقول what time is it؟ بجاوب عليه بإيت، ولو الساعة عندي بالظبط أكتب الرقم وأكتب معاها كلمة o'clock اللي هي بالظبط. طب أنا عندي هنا الإكسرسايز بيجي إزاي؟ عندي مثلا I ate bread. أنا عندي bread ديت معناها خبز. طب هعمل إيه في الخبز أو العيش ده؟ eat ولا drink؟ هاكله ولا هشربه؟ أكيد eat bread. إحنا لسه أخدين كلمة eat bread اللي هو يأكل الخبز. طيب هنا we eat ولا drink tea؟ we drink tea. tea الشاي، هنعمل ايه مع الشاي؟ eat ولا drink هنشرب. طيب كلمة breakfast اللي هي معناها فطار، هيجي معاها have ولا هيجي معاها كلمة drink؟ هيجي معاها have. اقول they have breakfast يعني احنا تناولنا او كلنا وجبة الفطار. يبقى مهم جدا ان احنا نعرف امتى نجيب eat وامتى نجيب have وامتى نجيب drink. طيب هنا rearrange يقول لي start وازاي، يقول لي ابتدي بداية. زي دي هي السبجكت بتاعنا، ده الفعل بتاع الجملة. هم هيعملوا ايه؟ they eat هياكلوا، يبقى ده الverb بتاع الجملة. they eat bread، هم اكلوا الايه او بياكلوا الخبز. they eat bread يعني هما بياكلوا الخبز، يبقى السبجكت وبعد كده الفيرب وبعد كده الاوبجكت اللي هو المفعول. طيب we اللي هو احنا، we ده السبجكت، احنا بنعمل ايه؟ we have احنا بنتناول. we have breakfast يعني احنا بنتناول وجبة الفطار. we have breakfast. طيب هنا I drink tea يعني انا بشرب الشاي. I ده السبجكت، ده الفاعل بتاع الجملة. طب انا بعمل ايه؟ بشرب ايه؟ الشاي. يبقى I drink tea انا بشرب الشاي. طب يجي هنا يقول لي what time is it؟ لسه قايلين يعني ايه what time is it؟ يعني ما الوقت او كم الساعة؟ الساعة كم هنا؟ ها العقرب الكبير على 12 والعقرب الصغير على 3، يبقى الساعة 3 بالظبط. يبقى it's 3 o'clock يبقى الساعة 3 بالظبط، يعني it's 3 o'clock. طيب نيجي، دي كانت أهم النقاط في يونت 5. هنيجي هنا اليونت 6 وده آخر يونت في الكونكت. هنا نقرأ الكلمات: bread, chicken, grapes, eggs, juice, water, burger, ice cream. bread اللي هو الخبز، chicken اللي هي الدجاج، grapes عنب، eggs بيض، juice عصير، water مية، burger اللي هو البرجر، ice cream الايس كريم. طيب افرض انا مثلا معايا
اخويا او اختي او حد من صحابي وانا عايز اعزم عليه حاجه من الحاجات دي، اقول له ايه؟ اقول له would you like some juice، او مثلا would you like مثلا some bread، يعني هل تريد او هل تحب شويه مثلا عصير. هو هيجاوبني بحاجه من الاثنين دول، يا اما هو هيبقى عايز الحاجه دي فهيقول لي يس بليز، ايوه من فضلك، لا اما هو هيكون مش عايز الحاجه دي فهيقول لي نو ثانكس، لا شكرا لا مش عايز. يبقى انا لما حد يقول لي would you like، هل تريد او هل تحب، لا اما اقول له يس بليز، لا اما اقول له نو ثانكس. لو انا عايز هقول يس بليز، لو انا مش عايز هقول نو ثانكس. طيب السؤال ممكن يجي لي ازاي، او قبل ما نعرف السؤال هيجي لي ازاي في الحته دي هعرف كلمه لايك. يعني ايه لايك؟ لايك دي معناها يحب، لايك يعني يحب. لايك ديت هتيجي زي ما هي كده بدون اي اضافات، لو جت مع البروناونز اي واليو والوي والذي او البلورال ناون اللي هو الاسم الجمع. احنا عارفين ان اللايك ديت بتيجي من غير اي اضافات مع البروناونز دي، لان البروناونز دي مش بتحب حرف الاس زي ما احنا متعودين. يبقى اقول اي لايك، يو لايك، وي لايك، ذي لايك، بيردز لايك، مونكس لايك، احمد انت علي لايك. تمام. طيب هنيجي بقى هنا في لايكس، هيجي مع البروناونز ايه؟ هي شي ات او اي سنجولر ناون. يعني اقول هي لايكس، شي لايكس، ات لايكس، علي لايكس، ساره لايكس، مونكس لايكس، او مونكي سوري ا مونكي لايكس، عشان مونكيز دي جنس هتاخد لايك، انما مونكي ده سنجولر هياخد لايكس. تمام. هنا تشوز يقول اختار، احنا عرفنا ان هي ديت هتاخد ايه، لايك ولا لايكس، بس قايلينها اللي هي لايكس، هي لايكس ميلك، هو بيحب اللبن. طب they like ولا لايكس بيتزا؟ ها they like بيتزا. طب I like ولا likes juice؟ I like juice. She like ولا likes chicken؟ She هتاخد likes. He والشي والإت بيحبوا حرف الإس. طيب هنا السؤال اللي احنا لسه شرحينه يقولي would you like some tea؟ عايز تشرب شوية شاي؟ نقول له ايه؟ لو احنا عايزين هنقول ها yes please، لو احنا مش عايزين هنقول ايه؟ no thanks. يبقى في اليونت ده عرفنا حاجتين، عرفنا ازاي نعزم على حد نقول له would you like some، او would you like a او an لو الحاجه مفرد would you like، وعرفنا كمان ان الverb like ده اللي معناه يحب بيجي مع البروناونز i و you و we و they، بيجي زي ما هو بدون اي اضافات، he و she و it بيجي معاه الاس اللي هي بحط معاه حرف الاس اللي هي likes. تمام. ده كان ملخص يونت 6. كده يبقى المنهج بتاعنا لحد دلوقتي خلص. Thanks for your listening.